خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بالإسماعيلية. الرئيس السيسي يعلن عن إقامة مشروع قومي كبير يستغرق من 2 إلى 3 أعوام. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع المواجهات عقب قرار ترامب حول القدس إلى 14 شهيدا، وقوات الاحتلال تغلق مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة. مقتل الرجل العسكري الثاني في ميليشيا الحوثي في كمين للقوات اليمنية، ومجلس الأمن يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على الرياض. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في مستهل بانوراما الساعة 4 عصرا من قناة النيل للأخبار بالقاهرة. مرحبا بحضراتكم، والبداية حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بصدد الإعلان عن مشروع قومي كبير يستغرق تنفيذه ما بين 2 إلى 3 أعوام. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية العملاقة في الإسماعيلية أنه سيكلف كلا من الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان بإنجاز هذا المشروع العملاق. احنا في تكليف لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية لمشروع قومي تخطيط عمراني متكامل، وانتوا عارفين اني بقول برضو كلامي قليل، هيتم تنفيذه خلال 2 لـ3 سنة ان شاء الله، سواء احنا موجودين او اللي بعدنا، لان الشغل ما بينتهيش، ما بيقفش على حد، الشغل بيقف على شعب مصر. وأكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة ستتعامل بمنتهى العنف لوضع حد للإرهاب في سيناء، مطالبا المصريين بعدم الخوف من أي تهديد خارجي. وأضاف الرئيس السيسي أنه لا أحد يستطيع أن يمس مصر أو أرضها أو شعبها. سيناء أرضنا، وسيناء إحنا، عشان بس الناس اللي تبقى قلقانة، لا، القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، ايوه بكل العنف، ولازم بفضل الله سبحانه وتعالى نضع حد للارهاب اللي موجود فيها. احنا نموت كلنا ولا ان حد يقرب من ارضنا، والموضوع مش بالكلام. اسمعوا، مفيش أي تهديد خارجي تخافوا منه. هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعداد التام لتنفيذ كافة المشروعات في مصر بشركات وبمعدات مصرية. جاء ذلك في مداخلة للرئيس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في الإسماعيلية، أعرب فيها عن شكره لمساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مدير مشروع أنفاق قناة السويس اللواء أحمد فودة وجميع العاملين بمشروع أنفاق قناة السويس الذي يعد إنجازا حقيقيا. احنا مستعدين ان هم يخشوا يشتغلوا معانا، ونعمل لاول مره في مصر كل حاجتنا من الاول للاخر بشركات مصريه ومعدات حتى مصريه. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد صباح اليوم افتتاح عدد من المشروعات القوميه بمحافظه الاسماعيليه، من بينها كباري عامه عبر المجرى الملاحي لقناه السويس، والمرحله الثانيه من مشروع الاستزراع السمكي بشرق قناه السويس. كذلك تفقد الرئيس عددا من المشروعات الجاريه بالاسماعيليه ومرحله الانفاق اسفل قناه السويس. وخلال جولته التفقدية لهذه الأنفاق شهد الرئيس على أرض الواقع خروج ماكينة الحفر من أحد الأنفاق بقناة السويس بعد أن أنهت مهمتها.
كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سفينة الخدمات البترولية أحمد فاضل، وذلك في إطار افتتاح سيادته عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية. وتعد السفينة التي تحمل اسم الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس السابق أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات بالشرق الأوسط، وكذلك هي من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول. هذا والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. دكتور مدحت، بعد التحية لحضرتك، في رأيك حجم استفادة الوطن من هذه المشروعات القومية العملاقة في الإسماعيلية؟ حضرتك بشكل عام مشروعات هيئة تنمية قناة السويس هي عبارة عن نخلة اقتصادية لمصر بشكل كامل. احنا كنا بنتحدث قبل كده عن وجود مشروعات على مدار عشرات سابقة في مناطق متفرقة محور قناة السويس، وكان من ضمنها منطقة شمال غرب خليج السويس دي اللي موجود فيها الميناء في العين السخنة وبعض مصانع الحديد ومصانع مختلفة، ودي كان حتى نسبة الإشغال بتاعتها لا تتعدى 20% وكمشاكل حتى في التخطيط التسبريد. الوقت الحالي المنطقة دي بالكامل دخلت تماما في كافة المناطق الموجودة فيها، تم التعاقد عليها بالفعل. المنطقة دي كان العنصر الأساسي في عملية الإقبال من المستثمرين عليها بعد ما تم تفعيل هيئة تنمية قناة السويس وأنها تخضع لقانون صدر قرار السيد رئيس الجمهورية أن هذه المنطقة منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة. كان الأساس أن هناك تواصل بري مباشر لهذه المنطقة. شرق ومنطقة سيناء كانت دائما المشكلة هي عملية التواصل، مش ممكن أي ما هيفكر ان يدفع استثمارات في منطقه علشان يعدي قناه السويس بس كان ياخد في حدود الثلاث ساعات في بعض الاحيان عشان يسافر مع الجهات المختلفه. اصبح الان عندنا انفاق متعدده في اماكن مختلفه، اصبح عندنا كباري عائمه، تكلفه هذه الكباري محدوده للغايه مقارنه بحجم العائد الاقتصادي اللي هيتم نتيجه هذا التواصل. وهنا لازم نحط في اعتباراتنا اذا كنا بنتكلم على عمليه الربط ما بين الغرب والشرق، أن هناك ميناء غرب بورسعيد وده ميناء قديم وكافة أعمال النقل والتداول وتداول البضائع والشحن والتسليم، ولكن بنظام قديم يحتاج إلى تحديث، لأن في هذه الحالة ميناء شرق بورسعيد والشركات العاملة فيه تنافسيا أفضل لأنها تم إنشاء هذه المنطقة على أحدث الدراسات لإنشاءات المباني الحديثة والأرصفة ومعدات الشحن والمزاولة. فبالتالي يجب أن تضع الحكومة في اعتباراتها سرعة تطوير وتعديل بناء غرب بورسعيد حتى تتكامل هذه المنطقة كاملة. نعم. خلينا نتكلم هنا عن الثروة السمكية. قد يكون البعض متخيل أن هناك تكلفة عالية لعمل هذه الأحواض، ولكن حقيقة أن أي تنمية قناة السويس استفادت من عملية حفر القناة الجديدة عمل احواض ترسيب. هذه الاحواض الترسيب تم تحويلها الى احواض الاستزراع السمك، يعني احواض الترسيب اللي كان المفترض ان هي بس احواض معينه لاجراءات فنيه لعمليه تفريغ قاع القناه استغلتها هيئه تنميه قناه انها صارت يعني تقوم بانشاء مناطق كامله لاستزراع السمك. احنا سمعنا 4444 حوض، وكانت كده المرحله الاولى اكثر من 1025 حوض. إذا هناك كميات كبيرة من الأسماك تستنتج من تكلفة محدودة، وكإجراء جانبي أو هامشي كان على هامش حفظ القناة الجديدة بالفعل. وده حد في حد ذاته بيسد أولا فجوة غذائية كبيرة. الأمن الغذائي هو أمن وطن. فكل إنها تسد فجوة غذائية كبيرة وبيسد جانب بروتيني، وخاصة كاس الأسماك الموجودة أنا شايف في تنوع في أنواع هذه الأسماك. كان لسه كنا في زيارة مع اللجنة الاقتصادية من حوالي شهرين هذه المناطق كاملة ومناطق الحفر بتاعت الأنفاق، حقيقة عبارة عن خلية نحل منظمة تعمل تحت الأرض في الأنفاق وأيضا فوق الأرض في مناطق الزراعة السمكي تحت إشراف الهيئة الهندسية، والتنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية اكتسبت خبرات عالية للغاية في هذا.
نعم. طيب دكتور مدحت، ونحن نتحدث عن يعني تلك المشروعات التنموية العملاقة التي يستفيد منها الشعب المصري برمته، الحقيقة رسائل عدة أرسلها سيادة الرئيس خلال هذه الجولة، منها طمأنة الشعب المصري فيما يخص يعني الفترة الأخيرة من أحداث كثيرة ومتلاحقة، وأيضا دائما سيادة الرئيس بيحرص على أن العمل هو السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا الحالية، وأيضا لا يمكن لأحد أن يهدد الكيان المصري فيما يخص التهديدات الخارجية، وسنواجه الإرهاب بمنتهى العنف. كيف حضرتك قرأت هذه الرسائل مع تلك يعني المشاريع العملاقة التنموية التي تحدث؟ حضرتك الرسائل دي كان موجهة لعدة أفراح. نعم. أولها طبعا والأهم هو الشعب المصري، حتى يعلم الشعب المصري بأن مع حرب على الإرهاب داخل سيناء فإن هناك مشروعات قومية بتجرى على أرض الواقع، وهذه المشروعات ليها ناتج إيجابي على حياة الشعب المصري، وفي نفس التوقيت ناتج إيجابي على الأمن القومي من خلال توسع في مشروعات امتدادها هيكون موجود. لكن خلينا أقول بقى الرسالة الثانية، الرسالة الأخرى للخارج. كلنا نعلم، يمكن أنا في قناتكم موقرة سبق إني ناقشت هذا الموضوع وشرحته بوضوح شديد على مدار عدة حلقات، أن هناك تحديث لشكل مبادرة الشرق الأوسط الجديد، واللي أطلقت من عام 2004 و2005 ومحاولة تطبيقها، بقى هناك تحديث بشكل مختلف، وهو بيحاول أن يعيد تقسيم المنطقة بشكل أو آخر، سواء من خلال كانت خلال ثورات الربيع العربي والدول التي طاقت وتتهاوى ومحاولة تقسيمها واللي جاري فعلا ضغط عشان تقسم، بالإضافة إلى أشكال أخرى مختلفة زي إعادة التهجير في مناطق أخرى، زي محاولات الإخوان اللي كانوا بيتحاولوا يتعاملوا فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية علشان يستقطعوا أراضي من سيناء لصالح الفلسطينيين، كل ده بتغيير القدس من القدس العربية من عاصمة الأولى لدولة فلسطين، ويحاولوا يغيرها علشان تبقى عاصمة إسرائيل. كل ما نراه الآن بما فيه الاستيلاء على الممرات البحرية الهامة في هذه المنطقة، كل ده محاولة لتغيير على أرض الواقع وبشكل فيه نوع من البلطجة السياسية واستخدامات أخرى بيحاول يعاقب بها الغرب بشكل عام، أو يعاقب بها من يحاول أن يقف أمامها في هذا الصوت. الرسالة واضحة من السيد الرئيس أن لن يستطيع أحد أن يعود بكيان الدولة المصرية بأي شكل من الأشكال، أن التنمية ستستمر في سيناء ولن نستغنى عن شبر واحد من الأرض ولا حبة تراب واحدة، احنا طول عمرنا بنضحي بأعمارنا وفاتحين صدورنا علشان نحمي ذرة تراب واحدة مش هنستغنى عنها. وأيضا الرسالة الأهم في هذا زي ما قلت لحضرتك هو الشعب المصري يجب أن تتكاتف وأن تعمل وأن تقف وراء القيادة السياسية لعبور هذه. نعم دكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. هو للمزيد من المتابعة والتحليل أيضا معنا الأستاذة بسنت فهمي عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية. أستاذة بسنت، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أكد على الاستعداد التام لتنفيذ المشروعات في مصر بشركات ومعدات مصرية، ما مدى أهمية تأكيد سيادة الرئيس على ذلك؟ تأكيد أنه هيكون مشروعات مرارية، وانه التكلفه مش هتكون هي طبعا، لان حضرتك لما شركات عالميه ما فيش شك انه انتقال فنيينهم ومهندسينهم بيتكلف اكثر. انا عجبتني الكلمه دي الحقيقه، لانها هنتكلف على شيء تدل على اننا نستطيع الاستمرار بنفس الطريقه. انا عايز اقول هنا بس حضرتك ان بيتعمل ده اضخم مشروع انفاق في العالم كله في الوقت الحالي، يعني ده مش حاجه عاديه. الوقت اللي أخده كمان وقت ممتاز، وأهم جزء فيه أنه هيسمح بالاستثمار في سيناء بشكل أكثر سهولة وجاذبية، ولكن بنتكلم كتير عن مناخ الاستثمار، دي من أهم المشروعات اللي اتعملت في البنية التحتية عشان تساعد على تنمية سيناء. سيناء بقالها سنين طويلة، عشرات بل مئات السنين زي ما هي كده، لأن كان صعب جدا الاتصال بينها وبين الأرض الأم. فالأنفاق دي حضرتك غيرت خالص من جغرافية المنطقة وأسلوب العمل والبنية التحتية والمناخ العام لعمل الاستثمار. الحقيقة الموضوع ده موضوع أكثر من ممتاز، روحي كثيرة جدا، هيسهل على مش بس الاستثمار في سيناء بل والمعيشة
نعم تقدر تروح وتعيش وتتعلم وتستقر، لان برضه عارف حضرتك التنقل مش سهل. كيف ستعزز هذه المشروعات الحضرية التاريخية وهي إنجاز كبير كما أجمع الجميع بكل تأكيد على دعم الصورة الاقتصادية لمصر في الخارج؟ احنا ما نقدرش ننكر حضرتك ان احنا قعدنا عشرات السنين العالم بيجري واحنا واقفين مطرحنا. ايوه احنا بقالنا 3-4 سنين الحقيقة بننجز بأسلوب العالم نفسه شايفه بإعجاب شديد، لأن مش بس كمان السرعة والجودة والالتزام ودرجات الأهمية. يعني أنت النهاردة بتشتغل على بنية تحتية، اشتغلت على طاقة وهي أبار الغاز، اشتغلت كمان على الاستقرار في الأمن الغذائي، بتشتغل على الزراعة وتصدير الأسماك، اشتغلت على تنمية وتدريب الشباب، فأنت بتشتغل على كل المحاور اللي ميتة بقالها تقول عشرات السنين بتقومها في نفس الوقت، وانت بتحارب ارهاب قاتل زي ما العالم كله شايفه. فالحقيقه الانجاز اللي بيحصل ده دل على ان هناك منظومه اداريه كفؤه على اعلى مستوى الحقيقه بتشتغل على التوازن وكلها بتنجز في نفس الوقت. فالعالم بيبص لك يعني بانبهار، انا بكلمك بصراحه. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، الأستاذة بسنت فهمي عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، شكرا جزيلا. أيضا المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أسامة عقيل خبير النقل الدولي. دكتور أسامة بعد التحية لحضرتك، كان من ضمن المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية اليوم التي افتتحها سيادة الرئيس كباري عائمة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس ومرحلة الأنفاق أسفل قناة السويس، أهمية هذه المشروعات لتسهيل الحركة في النقل من وجهة نظرك، خاصة وتلك الأنفاق كانت من المفترض أن تأخذ 12 عام ولكنها انجزت في قرابة العام والنصف. مساء الخير. طبعا الانفاق اللي تحت القناة والمعابر اللي اتعملت الجديدة دي هتعمل تغيير كبير جدا في اعمار سيناء وفي مشروع محور تنمية قناة السويس وبصورة عامة في الاقتصاد المصري كله. هنا المنطقة دي والمشروعات الكبيرة اللي بتتعمل هنا دي هي الحجر الأساسي في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه للاقتصاد قوي. دي نقطة. النقطة الثانية، دي مشروعات أساسا كمان مش عايزين نغفل إن هذه المشروعات مشروعات أمن قومي. نعم. يعني مشروعات لها قيمة في الأمن القومي تتعدى قيمة التكلفة بتاعتها عشرات المرات. فدي قيمة عالية جدا، وهي دي اللي هتنمي سينا. احنا كنا قبل كده بنفكر بطريقه غير سليمه. كانوا زمان بينموا سينا وهم قاعدين في العاصمه في القاهره هنا. لا، هنا هو ده التنميه الحقيقيه، ان احنا نربط سينا بالنقل بسهوله، تقدر ندخل ونخرج في كل وقت، والمخطط كمان يبقى فيه اكثر من 4-5 انفاق، وهو ده الصح. اذا كنا عاوزين نامن سينا ونعمرها يبقى لابد تكون مربوطه بالنقل بوسائل نقل وبأنفاق وكباري تغطي الربط وتسهله، وكمان الكباري المؤقته اللي معموله دي تكلفه بسيطه جدا، وبتسهل بقى ان يبقى في اماكن اخرى غير اماكن الأنفاق يقدر الناس والمركبات تعدي منها. طبعا ده قمه التنميه، وهو ده هي ده اللي كان المفروض يتعمل من سنوات طويله ولكن اتأخر. انما على الأقل دلوقتي إحنا بنعمله. نعم. نيجي بقى على إنجاز المشروع في وقت محدود، ده ظاهرة غريبة بتحصل دلوقتي غير مسبوقة في العالم، إن يبقى في حجم هذه المشروعات الضخمة وتنجز بكفاءة في وقت محدود. دي معجزات، يعني دي هتتفسر بالإضافة للقيمة الاقتصادية بتاعتها قيمة معنوية للشعب وقيمة معنوية للدولة، انها بتنجز مشروعاتها في وقت قياسي. ده كلام بيدي للعالم صوره ان الدوله دي جاده في التنميه، جاده في التطوير، جاده في انها تتقدم، لانه ما فيش دوله بتقدر تعمل هذا الكلام في العالم كله، تقدر تعمل هذه حجم هذه المشروعات في الوقت المحدود ده. ما فيش حد بيعمل كده، فدي بتدي اشارات جميله واشارات قويه جدا
على ان هذه الدولة اقتصاديا بتتقدم. كل اللي ده في الاخر بينعكس على الامن القومي وده الاهم من كل شيء. نعم. طب فيما يخص يعني الامن القومي المصري وحضرتك اشرت اشارة واضحة بان هذه المشروعات التنموية العملاقة طبعا متصلة اتصال مباشر بالامن القومي المصري. طيب فيما يخص مكافحة الإرهاب وهذا ما تحدث عنه سيادة الرئيس وتحدث بأننا سنواجه الإرهاب في سيناء بمنتهى العنف، كيف قرأت هذه الرسالة يا فندم؟ اللي أنا يعني أفهمته من الرسالة بتاعت الرئيس كلمة العنف دي مقصود بها بالجدية. نعم. يعني إيه بالجدية؟ يعني بلا تهاون وبلا رأفة والجدية تقع فيها المشروعات اللي احنا بنعملها. نعم. يعني الفكرة كلها ايه؟ ان مقاومة الارهاب مش من انك انت تروحي تقضي على الارهابيين بس، لا، انك انت تغيري طبيعة ومناخ سينا بحيث تبقى غير قبل لنمو ارهاب فيها، ومنها مثلا الانفاق ومنها كل اللي احنا بنعمله. والتنمية بتطرد الارهاب، التنمية بتخلق الوظائف، التنمية بتخلي الشباب يدخل يبقى له اهتمامات أخرى غير إن هو يندرج في الإرهاب. فده هو العنف. العنف يعني إيه؟ إن إحنا جادين جدا مش هنتهاون في إن إحنا نقضي على الإرهاب، وبخطوات كتيرة بمجالات كتيرة، التقدم الاقتصادي، توظيف الناس، خلق مشروعات، عمل تنمية، عمل مدن كتيرة في سيناء زي بير العبد واللي هيعملوها والاسماعيليه الغربيه وكده والشرقيه والكلام ده، كل ده هو مقصود به العنف. العنف يعني القوه. نعم. والجديه. نعم. الدكتور اسامه عقيل خبير النقل الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. وخلال جولته التفقدية افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي كوبري الشهيد أحمد منسي العائم في قناة السويس. يأتي هذا في إطار جولة سيادة الرئيس في منطقة قناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية. يقع كوبري الشهيد أحمد منسي العائم بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، حيث تتمثل أهميته في التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف عن كاهل المواطنين أثناء الانتقال بين شرق القناة وغربها، وتوفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة على رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة، علاوة على ربط سيناء بباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة القناة. كما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتشغيل كوبري الشهيد أبانوب جيرجيس العائم في منطقة القنطرة بقناة السويس. يبلغ طول الكوبري 350 مترا ويوجد به 2 مرسى على جانبي القناة، ويسمح الكوبري بعبور السيارات في الاتجاهين في وقت واحد. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة المزارع السمكية في منطقة الإسماعيلية لافتتاح المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي بقناة السويس. يتضمن مشروع الاستزراع السمكي 4440 حوضا لإنتاج 700,000 طن من الأسماك البحرية، بالإضافة إلى أنه يوفر 10,000 فرصة عمل. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن المشاريع التي وجه بها الرئيس السيسي تساعد في رفع القيمة المضافة إلى قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة بها من خلال إنشاء مشروعات قومية. وفي كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسماعيلية، قال إن هذه المشاريع جاءت للتأكيد على ربط سيناء بالوطن الأم وإعادة بناء وتقوية البنية التحتية في جميع أنحاء الدولة والارتقاء بمعيشة ومستوى المواطن المصري. ها نحن اليوم وطبقا لتوجيهات سيادتكم لرفع القيمة المضافة لقناة السويس وزيادة عائدتها وتنمية المنطقة المحيطة بها بإنشاء مشاريع تنموية عملاقة تهدف إلى زيادة الدخل القومي المصري وخاصة من العملة الصعبة وفتح فرص عمل للشباب المصري الذي هو محور اهتمام سيادتكم الدائم وتسهيل سبل الحياة
للشعب المصري العظيم بمنطقة قناة السويس وسيناء وكافة ربوع الوطن المبدع. كما أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية في كلمته أن تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سيؤتي ثماره مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية. وأوضح مميش أن حركة الملاحة بالقناة تخلق أعلى معدل يومي بعبور 74 سفينة في الاتجاهين، موضحا أن هيئة قناة السويس تسعى إلى جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار في المنطقة الاقتصادية. وعلى التوازي فقد ساعد صدور قانون الاستثمار الجديد والتي تم التصديق عليه مؤخرا والذي تمتع بالعديد من المزايا في جذب الاستثمارات العالمية والمحلية للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس. وتتويجا لهذا الجهد المتواصل فقد تم توقيع 6 عقود استثمار فعلية خلال منتدى شباب العالم والتي توفر مئات آلاف من فرص العمل وبإجمالي استثمارات حوالي 40 مليار دولار والتي بدأ التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع. استشهد الشاب الفلسطيني شريف العبد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات جرت الأحد الماضي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. من جهة أخرى شيع فلسطينيون في غزة جثمان الشهيد محمد نبيل محيسن والذي استشهد أمس مع فلسطيني آخر خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع المواجهات مع جنود الاحتلال عقب الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى 14 شهيدا. صرح عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض هشام مروى أن المعارضة متمسكة ببيان جنيف وترفض أي مسار خارج إطاره، مشيرا إلى أن مؤتمر سوتشي يهدف إلى إعادة إنتاج نظام الأسد ولا يسعى إلى حوار حقيقي وجاد. كان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينكيف قد صرح في وقت سابق أن مؤتمر سوتشي المقرر عقده في نهاية يناير بمشاركة 1500 شخص سينظر في إجراء إصلاحات دستورية وانتخابات في سوريا بإشراف أممي، مشيرا إلى أن موسكو تعمل على مشاركة ممثلي جميع الأطياف السورية. نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات مكثفة لتطهير بؤر مسلحي تنظيم فتح الشام جبهة النصرة سابقا في إحدى قرى ريف دمشق الجنوبي الغربي بعد السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية في محيط القرية. وقد ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أحكمت السيطرة على محور التمنصيات والهنغارات على الجبهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج بالكامل. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلح النصرة وتدمير أسلحة واعتاد لهم، بينما قامت وحدات الهندسة بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعت على هذا المحور لإعاقة تقدم قوات الجيش. استبعد القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري اليوم لجوء بغداد إلى الخيار العسكري في إقليم كردستان لأنه لم يكن محور نقاش ولا مداولة بين الأطراف في بغداد. وأضاف أن القائد العام لا يجد ضرورة للتدخل العسكري وهو رجل يعي خطورة الوضع لكنه لن يلجأ إلى الخيار العسكري.
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن التحديين الأمنيين والاستخباري هما الأهم الآن بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي. شدد العبادي على أن الحكومة العراقية أمامها مهمة فرض الاستقرار في المناطق المحررة، وأكد أن المواطنين قاعدة رصينة لدعم أي جهاز أمني أو استخباراتي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الانتصار على داعش تحقق بفضل وحدة العراقيين التي أكد على ضرورة الحفاظ عليها. قتل القيادي البارز في ميليشيا الحوثي يوسف المدني في كمين لقوات الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي، فضلا عن مقتل 32 عنصرا من الميليشيا الحوثية خلال معارك مع قوات الجيش اليمني وغارات لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف. من جانبه أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ميليشيات الحوثي بأنها اختطفت آلاف الأشخاص وأخفتهم قسرا في مختلف محافظات اليمن في الفترة بين سبتمبر 2014 ويوليو 2017. ضربة جديدة لميليشيات الحوثي الإرهابية جاءت هذه المرة على يد المقاومة الشعبية في مدينة ميدي الساحلية غربي اليمن، بعد إعلان مقتل الرجل العسكري الثاني للحوثيين و19 حوثيا آخرين. يوسف المداني قائد المنطقة العسكرية الخامسة والذي كانت تعول عليه ميليشيات الحوثي في معركة الساحل الغربي لتمتعه بنفوذ قوي داخل الحركة المتمردة، قتل خلال كمين للمقاومة الشعبية جنوب محافظة الحديدة، وهو الأمر الذي نفته الميليشيات المسلحة. طائرات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيات في جبهة الساقية غربي محافظة الجوف لدعم سيطرة القوات الشرعية على منطقة الأجاشر الاستراتيجية التي كانت تتخذها ميليشيات الحوثي منطلقا لمهاجمة المملكة العربية السعودية. التحالف العربي شن غارات أخرى استهدفت تجمعات حوثية في محافظة صعدة، فضلا عن غارات أخرى استهدفت تجمعاتهم في الشريط الحدودي قبلة جازان وفي محافظة حجة الحدودية مع السعودية. الجيش اليمني أعلن أن قواته نجحت في أسر 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء تمشيطها بعض الجيوف في معسكر الأجاشر، فضلا عن مقتل 32 عنصرا من الميليشيات الحوثية. الانتصارات الميدانية التي حققتها القوات اليمنية بدعم من طائرات التحالف العربي تزامنت مع إدانة دولية للصاروخ الباليستي الجديد الذي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض في 19 من الشهر الحالي. أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا عن قلقهم إزاء النية المعلنة للحوثيين لمواصلة هذه الهجمات ضد السعودية، فضلا عن شن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة، ودعوا جميع الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب الحظر المفروض على الأسلحة. الإدانة الدولية أيضا شملت الانتهاكات الممنهجة التي مارسها الحوثي والتي تطال النساء والأطفال والبنى التحتية، فضلا عن إعاقة المساعدات الإنسانية والاختطاف القسري لنحو 18 ألف مواطن في مختلف المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية. نشرتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل الاقتصادي. مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
هو قادم الاقتصاد. الزميل مصطفى ميزار يقرأ النشرة الاقتصادية. إليك مصطفى. شكرا دكتور علي مبارك وشكرا الزميلة دينا أبو الفتوح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية نتابع فيها بعد هذا الفاصل. المالية تكشف عن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها ملياري دولار خلال يونيو أو يوليو القادمين. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى تفاصيل النشرة الاقتصادية. كشف نائب وزير المالية للسياسات النقدية أحمد كوجك عن أن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في يونيو أو يوليو القادم. وأضاف كوجك أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. بهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، وكان الصندوق قد وافق على الشريحة الثالثة من القرض والتي تقدر بملياري دولار مؤخرا. قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي التبكير بصرف معاشات شهر يناير لتصرف في اليوم الأول من الشهر بدلا من الصرف يومي 5 و10 من يناير، وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات الاحتفال بالعيد وبمناسبة العام الجديد. هذا وقد أوضحت الوزيرة أنها قررت أيضا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرف بالتنسيق بين صندوقي التأمين الاجتماعي والهيئة العامة للبريد وبنك ناصر لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة. كشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن وضع خطة لرفع نسبة المكون المحلي ليصل إلى 80% في جميع الصناعات التابعة للقطاع وذلك خلال النصف الأول من العام القادم. وقد أوضح رئيس غرفة الصناعات أن نسبة المكون المحلي وصلت إلى 60% في بعض الصناعات ومن أهم تلك الصناعات الأجهزة الكهربائية، ولفت إلى أن زيادة المكون المحلي تقلل بدورها من نسبة الاستيراد كما تساهم أيضا في تشغيل المصانع المتوقفة وبدوره ذلك يقلل من نسبة البطالة. انتهت شركة الجملة المصرية العامة والمصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة عن شهر ديسمبر الجاري لما يقرب من 70 مليون مواطن مصري، وذلك بقيمة 3.5 مليار جنيه في محافظات الوجه البحري والقبلي. وأضافت الوزارة أنه تم صرف سلع نقاط الخبز وهي السلع المجانية مقابل ترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة 500 مليون جنيه. اعتمدت الدكتورة هالة مصطفى السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطة التنمية الممولة ب 500 مليون دولار من البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والموجهة لمحافظتي سوهاج وقنا والمقررة في دوحة اعتبارا من شهر يناير القادم بالمحافظتين. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة إعداد الخطة بالوزارة وذلك لمناقشة ومتابعة عمل اللجنة. وقد أعلنت السعيد أنه تم تكليف هيئات التخطيط الإقليمي للتنسيق مع المحافظات وتم بالفعل استلام خطط لعدد من المحافظات وفي انتظار بقية الخطط بنهاية الأسبوع القادم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية. نعود مجددا للمتابعة في أخبارنا السياسية مع الزملاء الدكتور علي مبارك ودينا أبو الفتوح. شكرا لك. شكرا جزيلا الزميل مصطفى ميزار ومرحبا بحضراتكم من جديد. رحبت كوريا الجنوبية اليوم بموافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن الموافقة تعتبر دليلا آخر على تصميم المجتمع الدولي على عدم التهاون مع تطورات الشمال النووية والصاروخية. كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية من بينها فرض حظر على نحو 90% من المشتقات النفطية. عقوبات أممية جديدة على كوريا الشمالية أقرها مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبدعم من الصين ردا على مواصلة بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية والنووية. سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أكدت أن هذا القرار يفرض على مجلس الأمن اتخاذ خطوات إضافية في حال تكرار كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية. للمرة العاشرة
يقف هذا المجلس أمام نظام كوريا الشمالية الذي يرفض التوصل إلى سلام. نظام كيم يواصل تحديه لقرارات مجلس الأمن والأعراف الدولية وأيضا لصبر المجتمع الدولي. الصين من جانبها دعت بيونغ يانغ لاحترام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وكبح جماح برنامجها النووي. الصين تدعو كوريا الشمالية لاتخاذ خطوات جادة للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وقرارات المجلس والامتناع عن تنفيذ أي تجارب صاروخية جديدة. كما أكدت روسيا ضرورة التوصل إلى حل من أجل تخفيض التوتر في شبه الجزيرة الكورية. نشدد على ضرورة خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية، فإنه أمر ضروري، وأيضا التوصل إلى تفاهمات مع كوريا الشمالية لكي توقف من تجاربها الصاروخية، ومن جهة أخرى لخفض وتيرة المناورات التي تجرى في المنطقة. القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة فرض على كوريا الشمالية عقوبات ستحد من مخزونها النفطي، وينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم حيث يشكلون مصدر دخل لنظام بيونغ يانغ. ومن أجل منع بيونغ يانغ من الالتفاف على العقوبات، سمح القرار للدول كافة بمصادرة وتفتيش وتجميد وحجز أي شحنة يشتبه في احتوائها مواد غير قانونية من وإلى كوريا الشمالية. نشرتنا